عائلة هاشوش عندها مشكل كبير في الفضاء. كيفاش رجعنا منه صالون بمعنى الكلمة؟ وأشنو هي الإصلاحات اللي درنا؟ هذا اللي غادي تكتشفوا معنا من خلال الحلقة. كانت غتولي تصوب فيه السيدة خديجة الحلوة، لكن المرض اضطرها توقف الخدمة، واليوم بغات تستغلو كصالون. انا مدام هاشوش سلوى، لا بيل سور ديال مدام خديجة. انا تنتلها الان لانها هي في لوبيتال تتولد، والتجأنا لدار وديكور. مستوى الضوء ضعيف بزاف، كيسبب مشكل العائلة. الحيط اللي في الوسط ما عنده معنى، والارض مكرفصة. غادي نحولوا بلاصه الطابلو ديال الضو والانترفون، نعاودوا القبس ديال السقف كله. هي كانت تتمنى ان يكون عندها صالون بلدي، انتي صالون رومي، وكانت دائما تيعجبها داكشي اللي تيديروا دار وديكور. داكشي علاش كل مره كانت تصيفط لدار وديكور بوغ زعما باش يلقاو لها الحل هذا الصالون ديالها. دابا سلمى، احنا ماشي في صالون ياك؟ لا، دابا هذا بان ليا بحال شي بيت حاطين فيه الكراتان وداكشي. كانت هذه بلاصه الخدمه ديال السيده معايا تريتور، كانت تخدم فيه. هادشي اللي كاين. فوالا، حنا غادي نردو صالون. اكزاكتومون، نردو صالون. دونك اللي كاين هو غادي بيان سور غادي نخويو هادشي كله، والحاجه اللي كانت هي تستعملها للخدمه غادي تحيد، ما نستعمل حتى شي حاجه، يا اوكون ريكوب. داكور. الحيط اصلا ما غاديش يتقلع. فوالا، دونك بالنسبه لهذا الاسباس لا حابس، هو حابس حابس النضاك ديجا، دونك سا بلوك كوم سا. الوغ اللي حيدنا هذه البلاصه، هذا الحيط هذا، اوتوماتيكمون غنشوف واحد الاسباس نو ساهل باش يتحيد. واخا، دونك انا فهمت على حسب لو ستيل، دونك سي ان مودرن بواحد اللمسه مغربيه ديالها. اللمسه مغربيه، نشوف لو ستوكو هذا المره. ما تنساوش هذه، الله يرحم والدينا. عرفتي شنو هذيك؟ اسمعي الشاب، حيت كاين واحد الدخله تماك، علاش ما نخرجوش كلشي على العلاقه اون دور دو سا؟ صافي، دابا نشوف مع السي محمد. صافي، هادي هادي بيان. هادشي ايوا او طرافاي. يلاه علي. باش تغلبوا على الحيط بداو التهرس من الوسط، هذا تيخليه يفقد التماسك ديالو، وبالتالي كتسهل عليكم الخدمه. الصالون من اهم الغرف في الدار، حيت فيه فين تتجمع كل العائله. داكشي علاش الفريق الفني كيدرس نوع الاتات المناسب، اش من شكل واش من لون غادي يقترح لهذا الفضاء. لو كوير شحال عزيز عليا هاد لا ماتيغ هادي، لانها غادي تكون انديمودابل. البارح كانت على مود، اليوم على مود، وغدا غتبقى دائما على مود. ولينا كنلقاوها دابا في السوق، كنلقاوها في الوان مختلفه، كنلقاوها في دي في يعني في صالات مختلفه، كنلقاوها بداك الصدف. سي تري تري بيان. ولا كان عندكم واحد الفضاء كبير وفي مثلا ان كوان شوميني، فهو كيتماشى بزاف مع لو كوان شوميني، واخا يكون قبلتها ان كوان بلدي، صالون بلدي، علاش لا؟ و ملي كنهضروا على صالون بلدي بعدا خصنا نعرفوا لا كوموند ديالنا حنا فين وصلات. نشوفوا مع اسماء. اسماء، وي، اهلا. اهلا، لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. دونك فوالا. الوغ بالنسبه لا كوموند ديالنا اسماء، حنايا عندنا 4 كوان فيهم 2 متر على 90 ديال البروفوندور. 2 متر على 90 ديال البروفوندور، ياك؟ دونك اللون حنا خدينا اون كولور اوني، هي هادي. اللون ديالنا هو هذا. وخديتو واحد دو بوف بهذا، وحتى الخديجات اكزاكتومون، ياك؟ وهذا باش يبان.
هذه الفكره هذه بغيت نقسمها مع المشاهدين. الا كان عندكم مثلا ما عرفتوش دائما تناخذوا واحد اللون اوني الا كان عندنا لي سباس كبار وتنجيو تنعطيو واحد الرشه ديال الالوان والرشه ديال يعني ديال الحيويه باش تنفيقوه كيف ما حنا درنا دابا مع هذا خدينا اللون اللي هو اوني هو هذا لون واحد ومن بعد غادي نفيقوا داك الصالون بهذا الثوب هذا غادي نزيدوا لي بوف كاين داك لي بوف ياك معايا متفقه معايا اسماء يمكن البوف كاين واحد الفكره واحده اخرى اننا نديروه في الوسط طبله تجي الا درنا عليها جاجه منه زاجه وتتختص كتولي حتى هي طبله هادو يعني افكار باش تبدلوا الطابلو ديال الضو شريو واحد موافق للمواصفات عمركم ما ديروا قريب من بلاصه الماء او في الحمام ولا فوق البوطه من الافضل يكون قريب من باب الدار فين كاين ليمينير دابا حنا جينا باش ناخذوا الضو عبرتو في داك الصالون ياك وحيت عندنا لوتيم مغربي حنا تبازينا على لي زابليك لوتيم مغربي كيما كتلاحظ هنا كاينين بزاف ديال شوف لا ماتير تشوف لو ديسان ديال وراه باش كنعرفوا الستيل مغربي ولا انت اما بلا ماتير بالماده باش مزوب يقدر يكون كويفر يقدر يكون عود فيرفورجي ولا بلي موتيف ماشي هما اللي كيبانوا شرابي ولا شي لعيبه منقوش حنا لي زابليك اللي خدينا راه هما صوبين باش فيرفورجي فيرفورجي وهذا لو ستيل هذا مغربي وتبازينا عليه هذا لو ستيل باش ناخذوا لي سسبنسيون اللي غادي نحطوا يلاه نمشيو نشوفوا انت عارف لاكيلا اون بروند سمايل اياه راه بحال هذا الشيء هذه اللي شاعله ولكن حنا خدينا ديال الساعه حيت عندنا الاضاءه قليله في ذاك الصالون ريسبكتينا مازال لو ستيل حنا باقيين في لو ستيل المغربي فيرفورجي فيرفورجي على حساب لي زابليك ذاك الرابور سنت سامارش فوالا اجي نوريك الاخرى حتى هي باقي واحده اخرى سمعي كيفاش دير في قعقع على هادشي كله كنعقل عليهم هي هادو وسطانيه شتيها فين هي لاكيل هاد هادي اللي فيها بحال هكا دوك الشراطي هادي غابيل مع الاخرى اللي شفنا باللون وبكلشي القهوي دونك شنو قلت لي سمعي لي طاجيري خد جوج من هادو شو نوار غري هما كاينين لا في الكحل صافي دابا نمشيو ناخذوا داكشي ديال لاتولي هاد لون لي كارت صافي يلا On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, je vais. Bonjour Anouar. Bonjour Hin. Ça va ? Ça va ? Tu vas bien ? Je vais t'aider. Alhamdoulilah. Allah ybarak fik. Donc, juste parce que je suis avec le petit la commande d'hier. Hier, la commande d'hier, 32 mètres carrés pour le salon. Chel. Hier, parquet Chel. Toutes les mailles, Aurel. Donc, voilà. Le parquet de Charifou pour le salon, c'est ça. Parquet du Chel Royal. شان رويال تري بيان انا كنبغيت نسولك بحال ملي تيكونوا دي غراند غراند سيرفاس واحد المساحه كبيره وكنبغيو نديروا فيها الباركي كنخافوا انه مثلا يجي في الوسط ويتنفخ ولا شي حاجه واش كاين شي حل كاين حل بيان سور دونك بور لي غراند سوبرفيسي كنديروا بحسابهم تتكون اون تكنيك دو بوز كنديروا ان جوان دو ديلاتاسيون تو لي 12 متر لينيير فوالا دونك هو اللي كيجي وسط من كيجي تو لي 12 متر لينيير كنديروا ان جوان دو ديلاتاسيون باش بور لو باركي نو حيدنا لا مانيفيل دوزنا لانستالاسيون ديال الضو وصلحنا السكه ديال الريدو وطبعا من الضروري نديروا السيليكون باش نمنعوا تسرب الماء خويا اسماعيل صافا بخير اون بيان افونسي وراه الشيء الحيط اللي كان هنا حيدنا ياك دابا راه غادي يجي المعلم باش يقاد لينا الفورما هنا ولي نيفو واحد ونضربوا الباركي كامل صافي تري تري بيان كنشوف السقف ياك هو المرحله اللي جايه من بعد غنحيدوا داك الزخرفه ونقشوا كل شيء غيولي سوا نيفو واحد غادي نيفو واحد راه غادي نعمروا بهادو الشيء هاد البلايك هادو نديروهم بالجناب كاملين باش يولي حتى هو غادي هكاك سوا نيفو واحد القبص يصلح لاستعمالات كثيره ممكن يتحط على شكل بلايك نديرو به سيباراسيون تيدار كعزل صوتي وحراري فو بلافون او تصنعوا به اكسسوارات بحال لي زيطاجير في هذا الفضاء اللمسه المغربيه غادي تكون كذلك باستعمال ستيكو وكلنا كنعرفوا ان ستيكو كيتستخدم كصباغه زينيه وباش نتعرفوا على الخاصيات ديالو طريقه استخدامه والعنايه به نبقاو مع الروبورتاج حيت حنا سي عزيز هاد السيمانه عندنا واحد الصالون غادي نديرو فيه ستيكو دونك انا جيت باش ناخذ معلومات على ستيكو اشنو هما المكونات ديال هاد ستيكو اي المكونات الاساسيه ديال ستيكو هي لاكول هي البودر كيشارج كاين البيغمون اللي كيعطيوك اللون
بيان سير كاين بعض لي زاديتيف اللي كنزيدوهم باش نحميو السيكو ديالنا. دابا اي سوبور دير عليه السيكو شنو هما لي سوبور اللي تقدر دير؟ حنا عندنا صالون يا مسمي وعندنا صباغه فيني نعم خصو يتبريبارا ضروري بالبريباراسيون كنعملوه نحكو الا كنشق نديرو الريبوساج عاد ندوزو لمرحله هنا كيبان ليا لوندوياك اي ضروري من لوندوي طبقتين ديال لوندوي ومن بعد كنديرو واحد الكوش ديال الفينيل اللي كيكون ديغرادي ديال السيكو اللي غادي يجي من بعد باش ما نكونسوميش. علاش باش ما نكونسوميش بزاف ديال السيكو؟ نديرو لا بريمير كوش ديال السيكو اي لا دوزيام كوش ومن بعد كن نستيكيو باش نطلعو لا بريونس ديال 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 ويلا عندنا الجليج كيدار فوق الجليج ضروري من كيدار فوق الجليج ولكن خصنا واحد لوندوي سبيسيال جليج باش يكون عندنا لا كروشاج على الجليج. ولكن بزاف ديال الناس كيتشكاو حيت هو حنا كنعرفو ستيكو فيه واحد المشكل اللي هو فاش كتدخل في الاول يلاه سال المعلم كيكون فيه واحد اللون من بعد بحال كيبهاز هذيك الا كان فازك سي نورمال الا كان فازك كيكون عندك لا تانت كتكون فونسي ولكن ملي كيكرم لا تانت كديغرادي بواحد 30%. باللي تبغيو تشريو الاتات خذوا بعين الاعتبار كيفاش غادي تدخلوا للدار واش الدروج واسعين. ملي دويتي لي على التانت انا كنلاحظوا بلي راه عندكم بزاف ديال الالوان. دابا هاد الالوان اللي كاينين هنا حنا ما بغيناش شي لون ما كاينش هنا واش تقدروا تانتيو؟ اييه هادشي كامل كيجي انطلاقا من لاباز بيضاء داك لي كولور كونسونطري اللي كيتباعوا كنزيدوهم تيتخلطوا ونحصلوا على النتيجه اللي باغيين. دابا بالنسبه للسيكو شي هذا كيبري ما هذا ما غاديش يبان اعطيني هذيك الحمراء باش يبان مزيان بلا راه كاين البريو. حنا بغينا نحميو هذا السيكو باش ما يتوسخش وبغينا نعطيو لمعان باش يبان كيبري ولكن حنا كنعرفوا كاين سيراج والسيراج فيه واحد الريحه مجهده ولا عندنا الدراري في الدار كياكلوا مساك العصا ديك الريحه. تماما سي اسماعيل كاين الحل بحال كاين سيراج اللي هو ايكولوجيك اللي هو اباز ضو ما فيه لا ريحه لا ما فيه لا ريحه لا والو. عرفتي فاش كنشوف مزيان في هذا السيكو هذا كيجيب لي الله بحال تدلكت غير هو موديرن زيد عليه شويه ديال لابريونس ما عرفتش كيفاش نفسر لك. هو عنده نفس ليفي ديال تدلكت ها هو هذا الى ان بو بلي موديرن على تدلكت. Chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien. C'est mon haïti canana. استعملت الديكاجور باش نطيحو فين ما كنت كنورك على الاون باش نهبط كيطيح لي دي جونتو كيطيح الفيزيك فتحنا بدونه كمل لي من هنا. دابا اصلا علاش بدنا دي جونتو كان لومبيراج طايح عندنا كانت عندنا 15 امبير حنا اش درنا طلعنا لومبيراج وصلنا ل 30 وبدنا فيزيبلات فيزيبلات كانوا عندنا خطابو كانوا ديال دي سومبير حنا درنا ديال 16. دابا النصيحه حنا اللي بغينا نعطيو للمشاهدين وهي انه اذا كان كيطيح عندكم دي جونتور فيزيبلات ماشي غير غادي تبدلو راه كاين الحل خاص حتى لي كابلي ديزين في الحيط. بطبيعه الحال الكابلي هو الاول خاص يتقلب هو الاول كاع قبل ما نبدلو دي جونتور نشوفو الكابلي واش غيتحمل لينا مثلا بحال البريزات هنايا حنا فاش جينا دخلنا لقيناهم ديزين ديال ان 5 البريزات نورمالمون كيدوزو بدو 5 دو 5 الا خلينا الاخرين يقدروا يتحرقوا يتحرقوا بطبيعه الحال لان كطلع لومبيراج ولا طير هو خاصو يدوز معاهم. حنا الان تنتواجدوا في لو سونتر ديال الدار البيضاء ولكن هذا المكان اللي انا غنديكم ليه دابا غيحسسكم انكم في المدينه القديمه اولا في شي رياض. اجيو تشوفوا غنقش فوق الخشب على ريحه هذا ما يكون غير الارز نقولوا للسيمونير هو اللي غادي يقول لنا اهو مرك طويل لاباس عليك السيمونير الحمد لله صحه لاباس تري بيان الحمد لله. الوغ لقيتيني كنشوف جوستمون هذه الخدمه ديال النقش هذا ديالنا تراديسيونيل فوق الخشب هذا الارز ياك الارز الارز دونك بالفرنسيه تيقولوا ليه لو سيدر لو سيدر بالفرنسي اكزاكتومون. تنشوف يعني ستشوف الريحه تتبقى الريحه تتبقى غير هو ما تيتخصهمش ديروا له الفيرني تيتخصو يمشي بلاستيك باش كتبقى الريحه ديما مداومه في المنزل ولا في لاشون. تري تري بيان هو مزيان بزاف د الحوايج تيحيد لي زانسيكت تيحيد لي زانسيكت تيحيد بزاف د الحوايج ولكن الا درتي له الفيرني صافي هو تيوي صافي تيخسر خاصو يبقى بلاستيك بلاستيك وتبقى ناتشورال هو ناتشورال تري تري بيان. دونك ما حنا كنهضروا على النقش على الخشب بغيت نهضر لك على داك الكادر اللي حنا جينا شفنا. وي جوستومون داس ليكيب ديالكم ها هو كاين هنايا هو هذا وي
هذا جميل جدا. جميل تيجي كوم ميروار كوم ميروار هذا النقش هذا بالضبط هذا النقش هذا نقش مغربي نقش مغربي وتنشوفوا بعض المرات في الالات الموسيقيه اكزاكتلي ياك دونك هذا نخليو المفاجاه للمشاهدين غادي يشوفوا شنو حنا غادي نديروا به. هادو هما المرايات اللي وي هما هادو دونك هادو فيغ فورجي تراديسيونيل فيغ فورجي مخدومين باليد مخدومين باليد داكوغ كاين بزاف ديال لي موديل كاين داك اللي تيكون فيهم البويبات لا كاين اللي كاين كاري هادو سي دي زاركاد كاينه في الكبير وفي الصغير. اليوم في الفقره ديال لاتونيل مهدي المخرج ديال دروا ديكور غادي يستعمل هذا الكادر باش يصوب لينا الطابلة كادر باش يصوب طابلة باش نزيدو نفهمو. مهدي تفضل. خويا اسماعيل باش تشد مزيان يطيح انا معاك الله يودي. دونك هذا كادر ديال نورمالمون مرايه خديت المرايه ديالو هي هذه اللي انا قسمتها على اربعه ياك غادي نلصقهم كمان ولكن غادي نرجع طبلة ندير لها رجلي ندير لها خشبه هنا لتحت هي كلها باز باش تكون صحيحه حتى مع كبيره خاصها اون بلونش اللي تكون شاده. جا وقت العبارات وما انا خديت العبارات داكشي قطعته قبل ما نجي باش ما نفوتش نضيع الوقت. اسماعيل فيسينا هاد الخشبه المكشه هادي تكون هي لا باز تكون لتحت ولكن قبل ما نقلبوها باش نلصقوا لي ميغوار ديالنا غادي خصني نديروا رجلين. انا رجلين درت فيهم تقريبا واحد 40 35 سنتيمتر دونك غادي يجيو خشبات بحال هكا. دير واحد من قدام واحد من درنا الكولا فيس ولي زيكير باش ثبتنا الرجلين ديال الطابله. دابا غادي نحطوا المشربي بتقنيه لا ديكو بلازير عاد نثبتوا المرايات. من بعد ما لصقنا رجلين بربعه لصقنا رجلين بربعه درتهم شويه انكلينيك باش كانوا مشوا صحاح ياك هاد الطبله العريضه. دابا خصنا نقلبوا الطبله ونلصقوا الجاج وختي مازال نفيكسي هاد الرجلين من لوطخ فاس من جهه اخرى. هادي انا جبت لك هادو اللي غادي ديرهم من الوسط طيبين دونك غادي تلصقهم بالكولا ياك. غير بغينا نعرف واحد الحاجه هادو كيفاش كنحصلوا عليهم. هذا بحال الكونتر باكي رقيق بزاف ومقطوع بلازير بلازير دونك تقدر دير الرشمه اللي بغيتي تقدر تكوموندي الرشمه اللي بغيتي هما كيقطعوا بلازير تجي راك الشيء كي تيجي باغ لا فينيسيون قاده وتقدر دير يا اما ديك لا كورنيو بريم لا ديال الخشب اللي بغيتي مي تدير غير دي بتي بوان صافي. دابا عرفتي شنو بقات اسماعيل؟ بقات شي برا صحيح؟ فين التحديات سي فري ولكن انا بالنسبه لهذا الشونتي هذا كنت مقلوعة بزاف لان غنعاودوا السقف كله غادي ندوزوا الحيط كله بالترابو كبار سميتو بالستوكو. انا قلت ما نعرفش غنلحقوا على الفتن تاعي هو كله سون كيسيون دورغانيزاسيون لان حنا في دارو ديكور مغرب لو كوتي استيتيك واميناجمون تقول لنا شي شويه على الاورغانيزاسيون ديال الخدمه دونك ديما تنمشيو من السقف بحال اللي درنا هنايا بدينا من السقف صوبناه هبطنا على الحيوط وكملنا بلاك بلاك فوالا. الوغ بالنسبه لو ديكور مغربي اكزاكتومون مغربي بالنسبه للاتات ديالو مغربي بالنسبه للاكسسوار ديالو ومغربي بالنسبه للالوان حتى لي موتيف اللي مشينا مشيتو فيها على الطبله بلا الطبله فوالا الله يعطي الصحه. مدي مشينا على الاكسسوار مشينا على لي ماتيير على الفير فورجي وحتى بالنسبه ل شنو نقول لي ماتيير ميم بالنسبه للو موبيلي دونك لاميناجمون هو تبارك الله دونك سادوني حتى لو سوكو تيعطي لك الطابع المغربي دايور داكشي علاش كنا باغيين نحطوه في هذه الشاشه. هرسنا الحيط دوزنا انستالاسيون ديال الضو صلحنا الريدو وجدنا الحيط وصبغناه غلفنا الارض واستقبلنا الاتات ورتبناه. العائله خلال لحظات غادي تكتشف التغييرات اللي درنا في هذا الفضاء. ما
شي غزال تبارك الله ما شاء الله. Incroyable, sincèrement. تبارك الله صلى على النبي برافو عليكم والله. مزيان داكشي ياك. غزال. عجبك؟ ديكابل. وي بيان سور. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. زعما تفاجئتي تخوا جوغ وهذاك انا اتوليي وهذا زعما فريمون رائع تبارك الله عليك. شي الحيط ما بقاش كان ولم يعد. ماشي الحيط ما بقاش بدلنا كل شيء تبارك الله تبدل كل شيء كل شيء. بحال ماشي في هذاك الصالون ديال الاولاني زعما سانسيرمون هادشي غزال تبارك الله. بصح الله يعطيكم الصحه. لا لا فريمون زعما غير ندير الله يعطيكم الصحه. مشينا في لو ستيل المغربي الى لاحظتي خرج في لي موتيف في المرايات في البراد في الطابله صوب لينا المخرج. الله يعطيكم الصحه. خرجي بشحال من حاجه سي مودرن ولكن تنحسوا بديك اللمسه المغربيه كاينه في الديكور. بغيتك تشوفي السقف. السقف تحيد كان كله عواج كله حتى الحيط كله كان عواج. دابا ولا صالون نستقبلوا فيه الناس ونديروا فيه الفرحات وكل شيء. كبريا كون لوس اخينا اسي ميران ميس اوخوز كواندو لا موسيقى سوينا. واحد السؤال اللي غادي تجاوبيني عليه الا سمحتي بالنيابه يعني على على خديجه. انت تعرفيها شحال هادي وتعرفي الادواق ديالها فكيفاش غادي يجي هذا الصالون اللي غتكتشفوا؟ غادي تفرح بزاف لحقاش سي سون ستيل زعما هادشي اللي تتبغي تتبغي شي حاجه تكون مودرن وداخل فيها لمسه مغربيه وهذا دونك سانسيرمون غادي تكون فرحانه وفرح بزاف. ايوا صافي بليزير مزيان. الا لاحظتي كاينين واحد ليطاش في الحيط وهادشي كيرجع لاش بالنسبة لهنا شفتي راه ستيكو خصو الوقت باش ينشف. خصو القليلة يومين. حنا راه سخنا باش حنا عندنا تحدي ديال 3 ايام. فهمتي يعني ما تخافيش الا شفتي داكشي راه غادي يمشي. غير ستيكو خصو الوقت باش ينشف. تما بدلنا ديجونكتور لاطاش كبيرة شي شوية مع القبص وهذا خصو الوقت باش ينشف. ما تخلعيش. شكرا على خطيكم زعما شكرا لكم الصحه. الحلم ديال خديجه مع دروا ديكور تحقق. الله يعطيكم الصحه والله الله يجازي الطاقم كله. ميرسي بوكو بوغ هذه فرحه ليها والبنيته الصغيره اللي تزادت عندها. مبارك مسعود. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. ميرسي. نحن لك السي صوفيا هو ما عرفت.